بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا كتاب موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباد المرسلين شيخ الإسلام مصطفى صبري عليه رحمة الله تعالى. كنا وقفنا عند صفحة 439، أليس كذلك؟ نعم. ويمكننا أن نقول طيب، وكان بيرد آخر حاجة على مقالة الأستاذ فريد وجدي، مش كده؟ الذي يقول إنه إبعاد العقل عن الدين أفضل، مش كده؟ مع اعتبار إنه القلب ضد العقل، ليس كذلك؟ الشيخ يرد عليه إن دي فكرة مسيحية مادية، تمام؟ وبيقول إنه بيوافق الأستاذ فرح أنطون في هذه الفكرة، وهي فكرة إبعاد الدين من عن العقل، وإن الدين أقرب إلى القلب منه إلى العقل، ليس كذلك؟ طيب، يلا صدري كمل يا دكتورة. ويمكننا أن نقول في توضيح ما في هذه المقالة التي نقلنا عنها جملا طويلة من خطأ العقلية، إن الأستاذ يبني ما ضمن مقالته من المواعظ الحسنة على تفريق العقل من القلب، وهو أسلوب الدين المسيحي الذي لا يجد له مسندا ومتكئا من العقل، فيستند إلى القلب وعواطفه. والأستاذ رئيس تحرير مجلة عايز يقول إنه لجوء الدين المسيحي إلى العاطفة ومخاطبة العاطفة والبعد عن العقل لم يكن بالنسبة للديانة المسيحية خيارا، وإنما كان أمرا اضطراريا، وذلك لأن الديانة المسيحية لا يوجد فيها ما يخاطب العقل أصلا، بل الديانة المسيحية لو خاطبت العقل لانهدمت، وبالتالي لجوء إلى العاطفة كان هو حل الكهنة والآباء. أما العقل فإنه لا يحتاج إلى، أما الإسلام فإنه لا يحتاج إلى هذا الأسلوب، لأن الإسلام عقائده عقلانية، ولأنه يخاطب العقل في كثير من الأحيان. ماشي، تفضلي. والأستاذ رئيس تحرير مجلة نور الإسلام الأزهرية ينتهج هذا المنهج لا لأنه يستحسن من المذهب المسيحي، بل لأنه المنهج الغربي الذي لا يعرف الأستاذ غيره. وهذا الأسلوب المفرق بين العقل والقلب ينتهي إلى القول بأن الإنسان يؤمن بالعقائد الدينية. هنا الشيخ بيشير لمسألة مهمة جدا، وهي إن الكثير ممن يقلد الغربيين يستبطن المنهج المسيحي دون أن يدري. يعني الحضارة الغربية هي شئنا أو أبينا هي بنت الديانة المسيحية، تستبطن مفاهيم وعناصر الديانة المسيحية في مفرداتها وفي طريقتها في التفكير وفي نظرتها للأديان. فالإنسان المثقف الغربي مسيحي شاء أو أبى، حتى وإن أعلن كفره بالمسيحية. المثقف الغربي الآن عندما يترك المسيحية فإنه ما زال شاء أو أبى يدور في إطار الديانة المسيحية. يأتي بقى المثقف الشرقي الآن ليقلده ظنا منه أن هذا المفكر الغربي أتى بالعقلانية أو أتى بالفكر الحر المثقف، الفكر الراقي، الفكر الإنساني الذي ينبغي أن يعتنقه كل إنسان، وهو غافل عن أن ما يقوله وما يفعله المثقف الغربي هو نتاج الديانة المسيحية. فالمثقف الشرقي يقلد المثقف الغربي باعتبار أن ما يقوله العقلانية والإنسانية التي ينبغي على كل إنسان أن ينتهجها، بينما الحقيقة أن المثقف الغربي طارق إلى أذنيه في الديانة المسيحية وفي طرقها في التفكير.
ماشي، لا لأنه يستحسن المذهب المسيحي، بل لأنه منهج غربي الذي لا يعرف أستاذ غيره. وهذا الأسلوب المفرق بين العقل والقلب ينتهي إلى القول بأن الإنسان يؤمن بالعقائد الدينية بقلبه ولا يؤمن بقلبه بعقله. وهذا القول كما ينطبق على الدين المسيحي ينطبق على الإسلام أيضا، في نظر الذين يرون كثيرا من عقائده أيضا من المستحيلات العقلية كالأستاذ رئيس التحرير. لكن الإسلام لا يفرق بين العقل والقلب، ولا يوجد في عقائده ما لا يقبله العقل، وهو يعتبر صلاح القلب صلاح العقل وفساده فساده. ليه كده؟ لأن النظرة الإسلامية لكل من العقل والقلب زي ما احنا قرأنا قبل كده في ايه، وكما قلنا أكثر من مرة زي ما قلنا قبل كده في مجلس استفتاء العلوم، إنه العقل هو أداة من أدوات القلب. قلنا قبل كده إن القلب هو هذا السر الإلهي الموجود في الإنسان، وإن هذا السر الإلهي إذا نظرنا إليه باعتبار أنه يفكر ويحلل وينقد ويرتب الأمور ويخطط هنسميه عقل. هنسميه ماذا؟ هنسميه عقل. إذا نظرنا إليه باعتبار أنه به الشهوة وبه الرغبات وبه ما يتسفل أو ما ينزل بالإنسان هنسميه نفس. إذا نظرنا إليه باعتبار أنه به يرتقي الإنسان ويعرف الله سبحانه وتعالى هنسميه روح. فهو سر إلهي واحد، لكن النظرة إليه أو زاوية النظر هي التي تجعلنا نطلق عليه اسما مختلفا. طيب العقل بقى، العقل هو المدبر للبدن، هو المدبر لماذا؟ للبدن. العقل عامل بالضبط زي الكمبيوتر، تمام؟ الكمبيوتر عندما تعطيه أمر، عندما تضغط على زرار معين فإنه ينفذ الأمر، لكن الزرار مش هو اللي اتحرك من نفسه، في محرك وراء هذا الزرار. فالعقل هو المدبر للبدن، ووراء هذا العقل سر إلهي. فالعقل هو وظيفة من وظائف، وظيفة من وظائف هذا السر الإلهي. وبالتالي نظرة الإسلام هي نظرة تكاملية تجمع بين العقل وتجمع بين العقل والقلب، ولا تجعل العقل مختصا بالتفكير مثلا أو الأمور الفكرية مثلا، أو تجعل القلب مختصا بالأمور الشعورية. وإن جعلت ذلك فإن الأمور الفكرية والأمور الشعورية متكاملة لا متعارضة. ماشي. لكن الإسلام لا يفرق بين العقل والقلب، ولا يوجد في عقائده ما لا يقبله العقل، وهو يعتبر صلاح القلب صلاح العقل وفساده فساده. والآيات القرآنية التي أوردها الأستاذ شواهد لسلطان القلب المستقل من سلطان العقل، شواهد نقد لدعواه. ألا يرى أنها تنسب الفقه إلى القلب نفيا وإثباتا، فتقول لهم قلوب لا يفقهون بها، وتقول فتكون لهم قلوب يفقهون بها، وليس الفقه والفهم إلا فعل العقل. والمفسرون فسروا القلب في قوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب بالعقل، على الرغم من قول الأستاذ ولم يقل لمن كان له عقل. فسروا القلب هنا بالعقل، احنا قلنا لحضراتكم بقى ان القلب هذا هو يطلق السر الالهي كله، فقد يطلق عليه القلب بمعنى ما به الشعور، وقد يطلق على ما به العقل. فكلمة قلب معناها الداخل، والداخل هنا المراد به هذا السر الالهي، وهذا السر الالهي قد يسمى باسماء مختلفة. كيف نعرف المراد حسب السياق؟ يبقى ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، الذكرى التذكر بما يحصل العقل. إذن المراد بالقلب هنا العقل، لذلك قال المفسرون قلب يعني عقل من خلال السياق. ماشي. ومن جراء ما ذكرنا اتخذت هذه الآيات بعينها في المواقف وشرحه، اللذين اطلع القارئ فيما سبق منا على أنهما كتابان جليلان في علم الكلام، شواهد على أن محل العقل هو القلب، وهو مذهب أرسطو. وفي مختار الصحاح القلب الفؤاد، وقد يعبر به عن العقل. قال الفراء في قوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي عقل. واحد من علماء اللغة ومن أوائل من ألف في تفسير مشكلات القرآن، وله كتاب اسمه معاني القرآن. معاني القرآن
في هذا الكتاب فسر الآيات، لم يفسر القرآن كله، وإنما فسر الآيات التي قد تستشكل. وعلم التفسير أول ما ظهر، ظهر كده، ظهر في تفسير الآيات المشكلة، لأن الناس كانوا عرب يعرفون اللغة العربية، وبالتالي لم يكونوا في حاجة لتفسير كل القرآن، على حد قول سيدنا عبد الله بن عباس التفسير على أربعة أوجه، وذكر منها ووجه تعرفه العرب من كلامها. فجي واحد زي الفراء، جي واحد زي الزجاج وغيرهم، وألفوا كتب بعنوان معاني القرآن. ففي هذا الكتاب الفراء، وهو حجة في اللغة، فسر القلب دي العرب. ماشي. أما قول الأستاذ، أما قول الأستاذ فقد يعقل الإنسان ما تجره عليه المنكرات، فلا يقوى وحده على الإقلاع عنه إلا إذا أيده قلبه، وهو مسألة العلم والعمل وعدم استلزام الأول للثاني، لكن العقل التام القوام يكفل ناحية العمل أيضا، ولهذا ما سمي العقل عقلا إلا لكونه عقالا عما لا ينبغي افتراقه. والأستاذ التبس عليه العقل بالعلم الذي قد يفترق عن العمل فلا يتدخل فيه وإن أعد صاحبه له، أما العقل فيتدخل فيه ويصلحه لأنه يعلم أيضا وجود العمل بمقتضى العلم. ومن هذا يصح أن يوصم العالم العالم صح؟ غير العامل بعلمه بنقصان العقل، وإن لم يوصم بنقصان العلم. ومن هذا أيضا يصح أن يقسم العقل إلى عقل نظري وإلى عقل عملي، في حين أن العلم لا يقبل القسمة إلى علم عملي. فكرة تقسيم العقل لعقل عملي وعقل نظري دي موجودة عند الفلاسفة وعند إيه؟ وعند بعض علماء المسلمين زي أبو حامد الغزالي في معارج القدس مثلا. فبيقولوا إن العقل النظري هو إن الواحد يبقى عارف المعلومة، ممارسة هذه المعلومة، ممارسة الخلق الذي تعرفه مثلا، ده بيسموه عقل عملي. العقل النظري هو معرفة المعلومة، العقل العملي هو الممارسة. طيب، ثم بعد ذلك، أما قول الأستاذ فقد يعقل الإنسان ما تدره عليه المنكرات، فلا لا مرتبة والعقل الذي والعقل الذي هو أشرف مواهب الإنسان لا تكون الزيادة فيه إلا الزيادة في الخير، ولا يعبر عنه بالطغيان كما عاد الأستاذ مدنية الجيل الحديث من الأم المتمدنة المنهمك في المنهيات والساعي من وراء الشهوات والمتمذهب بمذهب الإباحة البهيمية إلى طغيان العقل والاهتمام بتربيته. فهل الأستاذ يعترف لأهل الأهواء وأنصار الإباحة البهيمية بعقول زائدة مرباه فيحمل جميعهم المعيب من وراء الشهوات على زيادة عقولهم؟ ومن العجيب المضحك أنه يخص العقل بوظيفة التمييز بين الحق والباطل، ثم يعزو مذهب الإباحة البهيمية إلى طغيان العقل وتغلبه. فهل ذلك المذهب حق في نظر العقل أو في نظر العقل الأستاذ؟ ومنشأ الغلط أن الأستاذ كما التبس عليه الأمر فظن العلم عقلا، فهو ظن طغيان الهوى طغيان العقل. ثم إن الأستاذ يتصور الطغيان والغواية في العقل ولا يتصورهما في القلب. أتراه لم يسمع قول القائل قلبي إلى ما ضرني داع يكثر آلامي وأوجاعي؟ طبعا هو هنا محمد فريد وجدي عايز يعمل ايه؟ عايز يفضل القلب على العقل، فبيقول ان العقل ممكن يطغى، ممكن ايه يطغى، اما القلب فانه لا يمكن ان يطغى. ماشي. لم يسمع قول القائل قلبي الى ما ضرني داع يكثر الامي واوجاعي، كيف احتراسي من عدوي اذا كان عدوي بين اضلاعي؟ وقال البحتري ولست أعجب من عصيان قلبك لي عمدا إذا كان قلبي فيك يعصيني. والآن ننتهي من الكلام في مقدمة الكتاب على تخبطات الأستاذ فريد وجدي بيك في مقالاته للتدليل على أن الأستاذ بعد توليه الوظيفة الأزهرية كالأستاذ قبله. يعني عايز مقالات الشيخ الأساسية، مقالات الشيخ الأساسية المفصلية التي تكون فكره لم تتغير كثيرا وإن تغيرت لغة الخطاب. دي دعوة الشيخ مصطفى صبري على الأستاذ محمد فريد وجدي.
ابدأ الآن نتكلم عن الشيخ محمد عبده، ماذا سيقول؟ ثم إن الشيخ، ثم إن الشيخ محمد عبده الذي حكينا في الرقم 3 المناقشة الجارية بينه وبين منشئ مجلة الجامعة الأستاذ فرح أنطون، كان قد حمل في أثناء المناقشة على النصرانية، فاستوجب ذلك من الأستاذ مقابلة حملة بالحملة. ولما لم يجد كلمة في الإسلام يدخل منها النيل منه، صوب حملاته نحو جميع الأديان، وأنكر اختلافها مع العقل والعلم الحديث المبني على التجربة الحسية. وهناك لم يؤتي الشيخ حق القيام بما حمل عاتقه موقف الدفاع عن الدين، لا سيما الإسلام الذي لا تعارض في أصول عقائده مع العقل، ولم يوثق بشراكة محمد عبده. أستاذ محمد عبده كان مما قاله في المناقشة إنه النصرانية لا تأتلف مع العقل ولا مع العلم الحديث، فرد الأستاذ فرح أنطون بأنه كل الأديان كذلك. كان الواجب إيه على الشيخ محمد عبده بقى؟ أنه يرد هذه العادية ببيان الفرق الواضح بين الائتلاف بين الإسلام والنصرانية من حيث ائتلاف الإسلام مع العقل والعلم وبعد المسيحية عن العقل والعلم. كانت المفروض دي تبقى وظيفة الشيخ محمد عبده، التي يرى الشيخ مصطفى صبري هنا أنه لم ينجح في هذه الوظيفة. ماشي. وهناك لم يوفي الشيخ حق القيام بما حمل عاتقه. ماشي. وهناك لم يوفي الشيخ حق القيام بما حمل عاتقه موقف الدفاع عن الدين، لا سيما الإسلام الذي لا تعارض في أصول عقائده مع العقل، ولم يوفق لحراسة عقول الخاصة بمصر الغافلين عن حقائق الدين ودقائق الفلسفة، من أن يفتتنوا برعاية خصمه ضد الأديان، حتى كانت نتيجة ذلك النقاش أن استولت فكرة الإلحاد على سرائر أكثر المثقفين، فأصبح الدين في نظرهم تراثا مزعجا لا يرغب فيه ولا يجهر بالتخلي عنه. فإن قالوا بحسب اقتضاء الحال إنهم مؤمنون فلا يجاوز إيمانهم حناجرهم. وخلاصة الموقف إيمان وراثة فقط، وليس إيمانا يقينيا حقيقيا كما ينبغي أن يكون الدين. وخلاصة الموقف أن إخواننا المصريين لم يكفيهم وقوع بلادهم تحت استعمار الغرب حتى تملك الاستعمار قلوبهم، وكان المعافون منه العامة خاصة والقليل من الخاصة غير مسموع الكلم لاتهامه بالجمود والرجعية، وأنسى خلاص البلاد من الاستعمار الثاني أصعب من خلاصها من الاستعمار الأول. وقد تمت صفقة ذاك التملك بثمن بخس من نشرات داروين في بلاد العرب. إيه هو الاستعمار الثاني الأصعب يا شباب؟ الاتهام بالجمود والرجعية؟ الاستعمار الثاني الأصعب هو الاستعمار الفكري. الاستعمار الأول اللي هو الاستعمار العسكري. ماشي. قالوا إن هذا العلم ينفي كل ما لا يثبت وجوده عن طريق مشاهدة والتجربة، ففضل متعلمو مصر العصريون الإيمان بالعلم، كما قال الشاعر محمد إحسان المحامي: آمنوا بالعلم دينا وهدى، ليس بعد العلم للأفهام دين. على الإيمان بالغيب، ولم يرضوا أن يعودوا جهالة، وما نفعهم تحفظ الأستاذ فرح لحساب الدين بتخصيص القلب محلا للإيمان به من غير استئذان العقل والعلم اللذين لا يعترفان بالدين، لأن عقلية المسلمين لا تأتلف بهذا التناقض الذي تعودت العقلية المسيحية قبوله بدون تمحيص. فتبين عندهم أي المسلمين العصريين بطلان ما ادعاه رجال دينهم وفي مقدمتهم في محمد عبده من استناد الإسلام إلى العقل والعلم. ولم يبقى في مصر من ينتسب إلى العقل والعلم من المسلمين غير الجامدين، أو بالأحرى ممن كانوا من المسلمين إلا واستبطن الإلحاد، كما قال الأستاذ فريد وجدي في مقالته التي سبق منا الكلام عنها عليها، وتمذهب بمذهب الإثباتيين الذين نبوه فيهم معالي هيكل باشا والأستاذ فريد وجدي هيك. الإثباتيين اللي هم الوضعيين، والفلسفة الوضعية الشيخ دايما يترجمها هنا في الكتاب باسم الفلسفة الإثباتية، وتكلمنا احنا عن الفلسفة الوضعية قبل ذلك. ماشي. وفي كلماتهما المنقولة سابقا باسم أصحاب الفلسفة الوضعية، وجاء قاسم أمين فأعلن شعار المذهب وهو عبادة المرأة،
الهامش تقدم منا إيضاح هذا المذهب الفلسفي ودينه الصناعي السخيف الذي يستعبد للمرأة فيا له من انقلاب بلغ بالاستعمار ما لم يبلغه الإيمان، فأثر القلوب وحل رباط الإسلام وحرر المرأة وآثامها في الأسواق وقدمها على الرجل. فالعربي الجاهلي القديم كان إذا بشر بالأنثى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. والعربي الحديث العلماني يبدأ خطبته بقوله سيداتي سادتي الهامش، وقد بلغني أن حفلة من الحفلات التي تكثر إقامتها في مصر وقد تجمع بين الجنسين ألقيت فيها خطب، وكان ملقوها يبدأونها بالقول المتعارف العصري سيداتي سادتي. فلما جاء دور أستاذ أزهري قام واستهل خطبته كاستهلال الذين تقدموه من الخطباء، ثم قال ما معناه؟ أنه لم يجر في خطابه على ترتيب لم يجر في خطابه على ترتيب الآداب العصرية في المحافل الجامعة للجنسين، وإنما اتبع ترتيب القرآن الحكيم في ذكر الإناث قبل الذكور، ثم قرأ قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يعني الشيخ ضبطها يعني اشترى عنها لهم يعني ماشي. وأنا أقول بل اتبع الأستاذ العادة المحدثة وزاد، فأسى بحسنها ومطابقتها لأسلوب كتاب الله، ولكون الأستاذ معجبا بها لفتته آية الشورى التي قرأها ولم يقرأ ما بعدها وهو أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ولم تلفته آية الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وخصيصا لم يلفت إدماجهن في ضمير الجمع المذكر المذكور في آخر الآية، ولا أذكر قوله تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. وكل الآيات ديت وكل هذه الآيات فيها تقديم للذكور على الإناث، بالتالي يعني التظبيطة بتاعت الشيخ الآن إيه خربت، تمشي مع بعض الآيات وما تمشيش مع بعض الآيات، وهكذا يفعل الهوى بالإنسان دايما كده، الهوى يوقع الإنسان في التناقض، والوقوع في التناقض علامة من علامات الباطل سواء في المواقف أو الأفعال أو السلوكيات، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ماشي. والعربي الحديث العلماني يبدأ خطبته بقوله سيداتي سادتي، ولا يتوارى من القوم عندما خاصر قرينته رجل غيره وراقصها بين ظهرانيهم لعلمه بأن له خاصر يعني وضع يده على خصفها، والخصر اللي هو الوسط زي ما بتشوفوا كده في المراقص، يبقى الرجل يضع يده على خصر أو على وسط المرأة. ماشي. لعلمه بأن له عوضا في أن يخاصر هو الآخر قارينة ذلك الرجل أو قريبته. يعني جمعية ودائرة يعني هو هيسمح لغيره أن يفعل ذلك مع أهل بيته في سبيل شهوته هو، فانعدمت الغيرة والعياذ بالله. ماشي. وفي الحقيقة أن هذا العربي أيضا جاهلي، ولكن من طراز آخر، ولست بكاشف عن عيوب مصر أو الشرق الإسلامي الحديث، وإنما بنيت قولي في استبطان الإلحاد من عقلاء البلاد على كشف الأستاذ فريد وجدي عنهم ونشره على صفحات الأهرام قبيل توليه رئاسة تحرير مجلة نور الإسلام الأزهرية بأسبوع أو أسبوعين، ولم يلقى كشفه ونشره كلمة إنكار من الجمهور، فصار كالمؤيد بالإجماع السكوتي. وقد أدخل الأستاذ نفسه في عقلاء البلاد الذين ذكرهم واستبطانهم الإلحاد، ثم لم يأتي في إخراجه من بينهم بمقنع، على أن الإلحاد رغم استبطانه لا يعد عيبا في هذا الزمان بل ثقافة وعلمانية. وكانت هذه العقلية هي التي قولته تلك الأقوال قبل توليه الوظيفة الأزهرية،
فإن كان المصابون غير مرتاحين له فليس كتمان الداي أولى من مكاشفته وأقرب إلى مداواته. وأما مسألة المرأة فظاهرة وغنية عن الكشف، وحسبك فيها الحفلات الساهرة التي تشترك فيها الأسر الإسلامية ونشرات الجرائد والمجلات عن صور العقيلات والفتيات الكاسيات العاريات. مسألة أنه الأستاذ محمد فريد وجدي كان أحيانا يعرض هذه الأمور على مجلة الأهرام أو غيرها، ثم الشيخ بيقول أنه الناس كانوا بيسكتوا على هذه الأمور من غير إنكار، وظهور الفواحش الاجتماعية دي يا أخوانا أو ظهور هذه الأمور الجديدة ينبغي أن يحرك شعور كل مسلم بحيث الأمور لا تمر علينا هكذا، وإنما ينبغي أن تستنكر وأن نعلن هذا النكران على صفحاتنا لما تظهر مثلا ظاهرة يعني فيها فحش جديد أو أمر يغضب الله سبحانه وتعالى ولم يكن معهودا في مجتمعاتنا. فينبغي أن لا يمر مرور الكرام. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف بني إسرائيل قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني لا ينهى بعضهم بعضا، لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا مسألة إنكار المنكر من الأمور المهمة التي تعمل على قمع المنكر. فالشيخ هنا بيقول إنه وجد إن الناس ما شاء الله الرجل بينشر على صفحات الأهرام والناس ساكتة فكأنهم راضيين يعني بما يحدث. ماشي. ثم ولست بكاشف عن عيوب مصر أو الشرق الإسلامي الحقيق، وإنما بنيت قولي في استيطان إلحاد من عقلاء البلاد على كشف الأستاذ فريد وجدي عنه ونشره على صفحات الأهرام قبل تواليه رئاسة تحرير مجلة نور الإسلام الأزهرية بأسبوع أو أسبوعين، ولم يلقى كشفه ونشره كلمة إنكار من الجمهور فصار كالمؤيد بالإجماع السياسي. وقد أدخل الأستاذ نفسه في عقلاء البلاد الذين ذكرهم واستيطانهم الإلحاد ثم لم يأتي في إخراجه من بينهم بمقنع، على أن الإلحاد رغم استبطانه لا يعد عيبا في هذا الزمان بل ثقافة وعلمانية، وكانت هذه العقلية هي التي قولته تلك الأقوال قبل توليه الوظيفة الأزهرية. يعني هو الواحد عايز يقال عنه أنه مثقف، عايز يقال عنه هو إنسان يعني مفكر فليلحد. وعلى فكرة هذه الظاهرة ما زالت موجودة حتى يومنا هذا، يعني يطلق على الملحدين أحيانا أصحاب الفكر التنويري وأصحاب الفكر الحر في مقابلة المتدينين الذين يقال عنهم أصحاب الفكر الإيه الرجعي أو المتخلف. ماشي. ثم وأما مسألة المرأة فظاهرة وغنية عن الكشف، وحسبك فيها الحفلات الساهرة التي تشترك فيها الأسر الإسلامية ونشرات الجرائد والمجلات عن صور العقيلات والفتيات الكاسيات العاريات. وقد قال لي أحد رجال مصر الواقفين على دخلائها المرحوم أبو بكر يحيى باشا إن الإسلام على دخائلها يعني أسرارها إن الأحداث التي تحدث في تركيا الحديثة تحت إكراه حكومتها تحصل بمصر في هدوء وطواعية. الفكرة نفس ما يحصل في تركيا الانقلاب الكاميلي وما أحدثته هو نفس ما يحصل في مصر في نفس الوقت مع اختلاف الأساليب. ماشي هامش. على أن مسألة المرأة كتبت عنها مرات في اللغتين التركية والعربية، وأن ناحية الحق والصواب فيها جرية لا تخفى على أحد، وإنما يضل من يضل فيها عن الصراط السوي بدافع من شهوات نفسه يقضيها قليلا أو كثيرا من نساء الناس في إباحة اختلاط الجنسين بعدما أمكنه التغاضي عما يجر عليه هذا الكسب على حساب الناس من تعويضهم بنسائه. فهذه المسألة فيها خسارة وفيها منفعة لمن لا يخشى العار. أما الإلحاد فليس له ما يعوضه غير نار جهنم، وليس له دافع من النفس غير الحمق، واشتراء أعظم جهل باسم العلم. ومما يقدر بالذكر أن سجلت جريدة الأهرام في عددها الصادر 23 أبريل سنة 1338 الذكرى 30 لقاسم أمين مؤلف كتاب تحرير المرأة مع صورته الفوتوغرافية وكلمة لابنه قاسم أمين عن هذه الذكرى استهلها بالحديث الشريف إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ثم قال: أما الصدقة الجارية فقد مات قاسم عن غير تركة، وأما الولد الصالح الذي يدعو له بخير فإني لا أستطيع أن أدعي لنفسي ذلك الصلاح لا عن تواضع بل عن تقصير.
ثم أستميح سادات العلماء العفو في أن أذهب إلى أبعد من ذلك أيضا، فأقول إني أرجو لقاسم عند الله أجرا عظيما بقدر خدمته للإسلام والمسلمين، فقد جاء في الحديث من تم سنة حسنة فله ثوابها وثواب من عمل بها إلى يوم القيامة. وأي خدمة أجل من هذه الخدمة التي كان يراها أبناء جيل نقمة لما كان عالقا بالأذهان، إذ ذاك من أن الدين يفرض الحجاب ويحتمه وينقط السفور ويحرمه، فما زال يقرع الحجة بالحجة والدليل بالدليل ما بين معقول ومنقول، حتى هدى الله قومه سواء السبيل وبدد الظلمات المخيمة على العقول. شوف انقلاب الموازين، صارت الدعوة إلى السفور من العمل الصالح والسنة الحسنة. الهامش: وإني كتبت ما كتبته هنا عن قاسم أمين قبل مطالعة كتابه، وأما ما كتبته بعدها فيجده القارئ في نهاية الجزء الأول من هذا الكتاب. أقول: فكأن حجج قاسم القارعة نسخت نصوص الحجاب الواردة في كتاب الله وسنة رسوله وبرعتها، وأبطلت عمل المسلمين إلى عهد قاسم وأقنعت مصر بذلك. ولم يتأخر ولده عن أبيه في الإتيان بالعجب العجاب، حيث استخرج من ذنب أبيه عملا له ثوابه وثواب من عمل به إلى يوم القيامة. وهو بعد أن تواضع فنفى عن نفسه الصلاح والتواضع في نفسه، ونفى بهذا كله انطباق الحديث النبوي الناسخ من قطاع عمل ابن آدم بعد موته إلا من ثلاث على قاسم في ثالثة الثلاث، أثبت انطباق الحديث عليه في ثانيتها وهي علم ينتفع به. فهذا الولد ذهب كما قال هو نفسه إلى أبعد من موقف الولد الداعي لأبيه، واختار لنفسه موقف المحامي عنه، ولعله عندما اعتبر إباحة السفور علما ينتفع به نظر إلى أنها وقد كان مسلم مصر يجهلونها، إلى أن جاء أبوه فعلمهم وأماط أحوط حاجز بين الجنتين. كم انتفع بها زيارة النساء من الرجال في قضاء مآربهم منهن، وزيارة الرجال من النساء في قضاء مآربهن منهم. وحديث تأمين الثواب من الله، يعني كان دعوة قاسم أمين فتح لباب الشهوات للراغبين من الرجال والراغبات من النساء. الشيخ هنا يا جماعة هتلاحظوا أنه بيستند في موقفه إلى حاجة مهمة جدا، احنا قلنا قبل كده انها من الامور البديهية والبسيطة التي يمكن بها ان نرد على اي دعوة باطلة من غير ما يحتاج الموضوع منا الى علم كتير. فاي حد هيجيب كلام في الدين، تمام كده، لم يكن هذا الكلام معمولا به قبل ذلك يعرفوا انه باطل. ليه؟ لانه في عندنا اصل اصيل في الاسلام، هذا الأصل الأصيل في الإسلام يمثل هوية الدين وهوية الأمة اسمه الإجماع. فأي حد هيجيب حاجة تخالف ما كان عليه عمل المسلمين في أي عصر من العصور، مش في عصر الصحابة بس، في أي عصر من العصور، فيعرفوا أنه كلام باطل، إلا إذا كان القول الجديد هذا لا يكر على الإجماع بالمرة، يعني تخريج المسألة كده لا تنافي الإجماع بوجه من الوجوه، ساعتها نعتبر هذا الكلام والله إذا كان صادر عن أهله عن مجتهد فيعتبر اجتهاد. ثم يناقش بعد ذلك، فإما أن يكون هذا الاجتهاد اجتهاد معتبر أو اجتهاد شاذ. الذي يناقشه والذي يحدد درجة هذا الاجتهاد بعد ذلك هم أهل العلم. دي المنهجية الإسلامية بكل بساطة، أنا كإنسان مسلم مش محتاج إني أكون شيخ علشان أحكم على الأمور إنها من الدين أو ليست من الدين. المفترض إن عندي أصول كبرى، المفروض إن عندي علم بفلسفة الإسلام عامة تجعلني أنظر لبعض الأقوال إنها لا تتفق مع ما أعلمه أنا ضرورة من فلسفة الإسلام، علمي بفلسفة الإسلام وممارستي أنا الإسلام. من أهم هذه الأصول اللي احنا دايما بنقول للناس خذوا بالكم منها أصل الإجماع. فأي حد يعني الكلام بيقول سعد بن الهلال أو اللي بيقولوا إسلام بحير أو اللي بيقولوا سين أو صاد من الناس، تمام كده، هل قال به عالم معتبر قبل ذلك؟ إذا كانت الإجابة لا، يبقى إذن هذا خلاف الإجماع، هذا كلام مرفوض.
ببساطة، من غير ما أكون حافظ قرآن، من غير ما أكون حافظ سنة، من غير أي حاجة خالص، أنا كمسلم بسيط دي بتديني إشارة، بتديني ماذا؟ إشارة. تمام؟ ثم بعد ذلك الخطوة الثانية، الخطوة الثانية هي هل هذا القول إذا ما كانش عليه إجماع إذن فيه اختلاف، إذا لم يكن القول فيه إجماع من أهل العلم واتفاق من أهل العلم فهو إذن مختلف فيه. العلماء عادة إذا اختلفوا يبقى في عندك جمهور وأقلية، الجمهور اللي هم الأكثرية والأقلية اللي هم الأقل من الجمهور. تمام؟ أنا بقى كواحد مسلم عامي ماذا أفعل؟ الأسلم لي أني أكون مع الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم. دي كده معالم إيه؟ معالم هادية. طيب أنا مش مع الجمهور ولا حاجة، لكن الراجل التاني دوت كلامه برضو معقول، هل يمكن أن أنظر في كلامه وأخالف الجمهور؟ أقول لك استنى، في سنة. السنة دي إنك تنظر هل هذا الشخص الذي قال هذا الكلام مؤهل للاجتهاد أو بلغ رتبة الاجتهاد في المسألة التي يتحدث عنها. إذا كان بلغ رتبة الاجتهاد في المسألة التي يتحدث عنها وشهد له أهل العلم بذلك وأن هذه مسألة اجتهادية محتملة، عندها فقط يجوز لك أن تقلده وإن خالف الجمهور. إذا احنا عندنا قواعد بسيطة جدا هي يمكن لكل مسلم أن يسترشد بها عند قراءته أو عند سماعه لأقوال جديدة. مسألة الإجماع، لما الآن يجي قاسم أمين بقى خلاص ويقول إن المسلمين على مدار التاريخ ما فهموش آيات القرآن والسنة، وإنه والله ده احنا اكتشفنا اكتشاف جديد وهو إنه الإسلام ما فهموش بالحجاب ولا حاجة، لأي حاجة بقى هيقولها يعني إيه مهما قال من كلام فكلامه في النهاية له معنى محدد. ما هو هذا المعنى المحدد؟ إن المسلمين قبل ما يجي سيادته ما كانوش فاهمين القرآن والسنة حتى أتى هو وكشف النقاب عن الآيات القرآنية ومعانيها. هيجي لك واحد يقول لك والله ده احنا اكتشفنا اكتشاف جديد يا جماعة. ايه هو الاكتشاف الجديد؟ ان المرأة يجوز لها ان تصوم مهما كانت حالتها في رمضان. استنى يا جماعة، احنا اكتشفنا اكتشاف جديد وهو ان المسلم يجوز له ان يفطر في رمضان حتى وان كان صحيحا وان يفدي. اي حاجة يا اخوانا فيها اكتشاف جديد اعرفوا ان هي ضلال مبين على طول. ليه؟ لأنها تستبطن اتهام علماء المسلمين بالعمل بالضلال حتى أتسيت واكتشف غير الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم عصم هذه الأمة من الضلال فقال لا تجتمع أمتي على ضلالة، وانتهى الأمر عند هذا الحد. ماشي. فقاسم أمين الآن ما فعله مخالف للإجماع، وفهم الآيات مخالف للإجماع، ده أبسط رد يعني، ده الرد الإجمالي. الرد التفصيلي بقى هيجي بعد ذلك. ماشي. وحديث تأمين الثواب من الله لقاسم أمين بمصر لكونه رائد نهضتها نحو كرر في قصيدة الأستاذ علي الجاري بيك بالراديو من محطة الحكومة ليلة الاحتفال بذكرى قاسم والمنشورة في الأهرام في اليوم الثاني من نشر كلمة ابنه. فقد كان هذا الشاعر الكبير يقول في مختتم قصيدته كنت في الحقل للإمام نصيرا والوفي الصفي من أصحابه. الهامش مواد الشعر من الإمام الشيخ محمد عبده ويفهم منه ومما كتبته السيدة هدى شعراوي رئيس الاتحاد النسائي في الأهرام بمناسبة ذكرى قاسم أمين هذه أعني الثلاثين أن للشيخ أيضا إصبعا في اليد البيضاء العاملة على نهضة مصر السافرة، بل المفهوم أن اليد للإمام والإصبع لقاسم. الشيخ الدكتور محمد عمارة في تحقيقه للأعمال الكاملة، الدكتور محمد عمارة حقق طبعا زي ما حضراتكم عارفين الأعمال الكاملة لقاسم أمين. تمام؟ وحقق الأعمال الكاملة أيضا لعبد الرحمن الكواجدي والأعمال الكاملة للشيخ محمد عبده. أثبت الشيخ محمد عبده أن بعض فصول كتب قاسم أمين كتبها الشيخ محمد عبده، لا سيما الفصول اللي فيها نقاش واستدلال بالآيات وكذا. ماشي. ثم هنيئا فمصر نالت زر المجدي وفازت بمحضه ولبابه، منك عزم الداعي وفضل المجلي ومن الله ما ترى من ثوابه.
وبهذا يتأيد أن مهذرة رجاء الثواب من معصية السفور لمروجيها شوطت في بصرة أشواقا بعيدة كادت تكون جدا، وبهذا يستحق تبرجها أن يفوق تبرج الجاهلية الأولى، حيث لم يكن عرب الجاهلية القديمة جاهلة لحد أن تؤمل على تبرج نسائها ثوابا من الله. هو التبرج الحديث الحقيقة فاق تبرج العرب في الجاهلية الأولى، والدليل على ذلك يا جماعة إنه تبرج الجاهلية الأولى ما كانش ذاك التبرج الفاحش الذي يظهر مفاتن المرأة ويغري كما هو حادث الآن من تفنن في إظهار المفاتن. الدليل على ذلك إنه الحجاب فرض سنة 5 هجرية، بمعنى إن المسألة لم تكن يعني فيها فحش ولا تفحش، وإلا فإن الله لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى بالفحشاء. كانت المرأة قديما تبرجها هو عبارة عن إيه؟ إنه يظهر حتة من رقبتها، تبرجها هو عبارة عن إيه؟ يظهر خصلة من شعرها كده وهي حاطة الطرح، تبرجها عبارة عن إيه؟ وهي تبقى الكم قصير شوية مثلا فيظهر جزء من يدها. ده كان التبرج زي الفلاحات ولباس الفلاحات في القرى وفي الصعيد، الست محتشمة في العموم لكن ما بتاخدش بالها من الحاجات البسيطة، ممكن يظهر جزء من رقبتها، جزء من صدرها، من أعلى صدرها من فوق خالص كده ناحية الرقبة، ده التبرج. لكن إن المرأة تبقى الآن يعني كأنه جسمها الآن كله ظاهر أمام الرجال بهذا الشكل، أبدا ما كانش موجود. فدي الفحش في إظهار المفاتن ده لم يكن موجودا عند الجاهليين من ناحية. من ناحية أخرى إن الجاهليين كانوا بيفرقوا كويس قوي بين لبس الحرة ولبس الأمة، فالحرة كانت تحتشم، الأمة كانت تتبذل. ده فرق تاني مهم جدا، يعني كانوا يعتبرون الحشمة دليل على الرقي، بعكس ما هو حادث الآن. الآن البنت إذا كانت محجبة لقى أصلها يعني من مناطق فقيرة وهي بنت فقيرة، أو إن هي مثلا معهاش فلوس تشتري ملابس غالية وكده، وينظرون إليها نظرة كده معينة. الأمر الثالث المهم إن الجاهلين ما كانوش بيأملوا مما يفعلونه ثوابا، بينما الآن ما شاء الله لما أتت الدعوات الهدامة دي بقى الناس يأملون من بعض ما يفعلون الثواب، وهذا من أعجب ما يكون. ماشي صدري. وقد كانت مجلة المصور عدد 700 نشرت قبل أيام من الاحتفال بذكرى قاسم أمين 30 هذه صورة فوتوغرافية لحفلة ساهرة كل رجل بها خاصر امرأة نصف عارية، وتقول المجلة ما نصه عن الاحتفال برأس السنة الهجرية. تمثل هذه الصورة لفيفة من المدعوين والمدعوات في حفلة جمعية إحياء الأعياد العربية التي أقيمت ليلة رأس السنة الهجرية، وهذه أول مرة تحتفل بها على هذه الصورة بالعام الهجري، وكانت حفلة باهرة خصوصا وقد خلت من الشراب احتراما للمناسبة الهجرية. الله يكفر خير. يعني هم الحمد لله رأسوا بس لكن ما جابوش خمرة. طيب وأنا أقول خلت من الشراب المحرم، وما خلت طبعا من مخاصرة المدعوين للمدعوات كما يشاهد في الصورة، وهي من لوازم السفور العصري. الهامش، السفور اليوم ليس على معناه في أصل اللغة وهو كشف الوجه، بل معناه تقليد المرأة الغربية في سفورها الذي قد يجعلها أكثر من نصف عارية. لا، هو الحقيقة السفور الحالي يجعل المرأة شبه عارية، يعني بعض الملابس الحالية يجعل المرأة كأنها عارية بالضبط، يعني كأنها لا تلبس شيئا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل من دلائل نبوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط يضربون بها الناس، قوم معهم سياط يضربون بها الناس، اللي هم كده الجماعة بتوع الإيه، اللي هم الجماعة اللي بيمشوا في الأسواق والشوارع البلطجية مثلا، أو بتوع الشرطة أحيانا لما يمشوا كده بحق وبطل يضربوا في الناس. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، كاسيات عاريات، شوف اللفظ النبوي المعجز، يعني هي كاسية في الظاهر لكنها في الحقيقة عارية. ماشي. لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها، وأن ريحها لا يوجد على
مسيرة كذا وكذا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي. كما يشاهد الصورة وهي من لوازم السفور العصري المثاب عليه بفتوى قاسم أمين، والذي لقاسم أمين بل وللإمام قسط جزيل من ثواب العاملين والعاملات به، ومنه ثواب لوازمه إلى يوم القيامة. ومن العجائب السارة من ناحية والمحزنة من ناحية أخرى أن الشبان شيخنا طبعا أشكم، لأنه ما فيش ثواب على ما فعله قاسم أمين. يعني هو هنا ثواب العاملين والعاملات، يعني يقصد الشيخ هنا من جزاء العاملين والعاملات، ومنه ثواب لوازمه إلى يوم القيامة. يعني من سنة سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عامل بها إلى يوم القيامة. ماشي. ومن العجائب السابرة من ناحية والمحزنة من ناحية أخرى أن الشبان والشبات الطالبين والطالبات في المدارس العالية لا يروقون من الاستهتار الاجتماعي ضد أداب الإسلام وقوانينه، وما نسينا مراجعة فئة من طلبة الجامعة ومن مختلف كلياتها رئاسة الجامعة بكل حرارة وحماسة شريفة لتغيير أصول التدريس المفترض من الجنسين. ثم ما نسينا أيضا عدم إصغاء أولياء الأمور إلى تلك الطلبات التي كانت الأحرى أن تنبعث من جانبهم وهم شيوخ أو كهول. لكن أملي عظيم في إسلام الشبان والشابات الذين ابتعد عهدهم عن المناقشة الجارية بين الشيخ محمد عبده والأستاذ فرح أنطون منشي مجلة الجامعة، وكانت كلماته الأخير أثرت في نفوس الجيل الذي أدرك زمن المناقشة أو وعيه الهامش، وذلك الزمن يتفق مع العهد المشؤوم الذي كانت وطأة النفوذ الإنجليزي فيه على وزارة المعارف مصر على أشدها، ولا خير للإسلام في رجال البلاد الناشئين في ذلك العهد إلا من نذر منهم وظلوا في عصمة الله. وأملي عظيم أيضا في تأثير كتابي هذا في عقول أولئك الشباب الطرية غير الجامدة على الضلال الحديث الهامش، لا سيما شباب محمد جماعة المجاهدين لصوت الحق إلى الأذان المضيعة وعيها بين تلاطم أصوات المستهترين والمتسكعين في سبل الضلال والانحلال، تقليدا لمدنية الغرب الزائفة في هذه البلاد المسكينة العريقة في الإسلام العامرة بعلومه والمتأدبين لآداره. وإني كما أدعو الجماعة هؤلاء الفتيان بتأييد من عند الله وتسديد لما يسبقونه في خدمة الإسلام وتقويته من السبل، لا أكم إعجابي وتعجبي من أنه كيف نجم هذه الصفوة المباركة بعد شيوع الفساد والابتعاد عن الدين والأخلاق في أوساط الناشئين والمتعلمين بمصر، حتى اعتبر التحرر من قيود الدين والأخلاق شعار الشباب والنهوض. ثم أقول ليس ببعيد عن قدرة الله وسنته بمصر أن تنشئ فيها جماعة من شباب سيدنا محمد وينصرهم على الكثرة الزائغة عن طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، كما نشأت سيدنا موسى في أحضان فرعون الطاغية وجنوده وغلبه عليه وعليهم من غير حرب وتصادم بين الغالب والمغلوب، ومن غير جند للغالب سوى المعجزة. وإني أتمنى أن تكون غلبة الإيمان بمصر على الإلحاد والصلاح على فساد الأخلاق في هدوء المعجزة وسكونها، والله على كل شيء قدير. طبعا يا جماعة اللي كان حاصل في المجتمع المصري على مستوى الثقافة والفكر والأدب وعلى مستوى السياسة أيضا، سقوط الخلافة أوجد حالة من الحراك الاجتماعي الصامت، يعني كل فعل رد فعل. فوجدت في هذه الفترة الجماعات العديدة التي يعني تحاول سد هذه الفجوة الحادثة في حياة المسلمين، سواء كانت حاجات اجتماعية أو سياسية. فنشأت في هذه الفترة جماعة الإخوان المسلمين، نشأت في هذه الفترة جماعة شباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي جماعة أيضا يعني اشتغلت في هذه الفترة وكان لها صيت كبير في هذه الفترة، نشأت في هذه الفترة جمعية الشبان المسلمين وغيرها من الجماعات والجمعيات الخيرية التي كانت تعتبر رد فعل اجتماعي على ما يحصل في البلد، أو رد فعل اجتماعي على ما يراه الناس سيحصل في البلد على المدى الطويل. فالمجتمع ما كانش ميت، لكن سبحان الله دايما السلطة غالبة، وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإذا كان المثقفين الموجودين في الصحف والمجلات أقلية، لكن تأثيرهم كان أعلى.
ولله في خلقه شؤون. وهناك ناحية أخرى بمكان من الأهمية، وهي أن مصر تخول نفسها بعد زوال تركيا الإسلامية وانقلابها إلى تركيا العلمانية لايك زعامة الإسلام. فمن حق كل أحد إذن من المسلمين ولو كان من غير المصريين أن ينتقد ما فيها من الأحوال المتنافية مع هذه الزعامة، بل من واجبه أن ينبه المصريين إخوانه في الدين ليتداركوها بالإصلاح فتسلم لهم زعامتهم الدينية، أو ينبه المسلمين الأباعد ليكونوا على بينة من موقف ما يتصورونه للزعامة. وقد وقع قبل بضع سنين أيضا أن قررت الجامعة المصرية أن تكون شارات حراسها رموزا من صور آلهة المصريين القدماء، فتكون شارة كلية الزراعة صورة إله الزراعة، وشارة كلية الطب صورة إله الحكمة وهلم جرا. فكتب صديقي المقول له الشيخ عبد المجيد اللبان شيخ كلية أصول الدين مقالة في الجرائد يستنكر هذا القرار ويلفت نظر الجامعة والوزارة إلى واجبهما نحو دين الدولة والذي هو الإسلام البعيد كل البعد عن الوثنية ورموزها. فلم تسمع له وسكتت مشيخة الأزهر عن تأييد شيخ الكلية، فاستقرت شارات الآلهة وشكر الله وحده سعي الشيخ اللبان. وكتب بعض المتهوسين ردا على الشيخ بأن متخذي تلك الشارات لا يقصدون عبادتها، والجواب عليه فماذا يقصدون من اتخاذها؟ وأي علاقة يتصورون بين تلك الآلهة وبين الزراعة والطب وغيرهما؟ فإن كانت آلهة باطلة لازم أن تكون الصلة بينها وبين الأمور المنسوبة إليها باطلة أيضا، وتذكيرها تذكيرا للباطل. وفضلا عن أن يكون هذا الاتخاذ غير خليق بأن يتصدى له عاقل، فإن الإسلام غيور لا يسوغ التشبه بالمشركين. وكان وزير المعارف التي اتخذت الجامعة شارات حراسها من صور الآلهة في عهد وزارته قد أتبع قبل توليه الوزارة بقرين إلى محرر جريدة تنشر في القاهرة على اللغة الفرنسية ببيان يعرب عن رأيه في الجامعة ولم تتناوله الجرائد العربية، وهو أن تكون الجامعة لا دينية وينحصر التعليم الديني في الأزهر. فحديث اختيار الشارات في مجلس الجامعة من صور الآلهة كان يلائم ذلك البيان السابق، كما يلائمه حديث الأستاذ فريد وجدي السابق الذكر عن عقليات نوابغ الشرق الإسلامي المستبطني الإلحاد الذين لا يعزو كثيرا عنهم أعضاء مجلس الجامعة المصري. ومما يجدر بالذكر هنا أنه كتب صديق الدكتور طه حسين بيك مقالة في الأهرام بعنوان تقاليد تدل على أن وزارة المعارف مصر إن صادفت وزيرا يحترم شعائر الإسلام وآداته استهدف حملات ساعية لأن تجعله غريبا كالإسلام نفسه. فقد سخر الكاتب في مقالته هذه من وزير المعارف معالي مرسي بدر بيك لإلغاء الرقص التوقيعي في مدارس البنات والبعثات منهن إلى مدارس البلاد الغربية. عشان تعرفوا أن المسألة ليست مجرد يعني صراع مثلا ثقافي أو اختلاف آراء أو كده، لا، يعني تشعروا أن العملية ومنهجة، يعني اختيار شارات الجامعات إذا جه وزير منتمي للعروبة وللإسلام يستهدف من قبل الكتاب والصحفيين بحملات بحيث الرجل يبقى خجلان من اختياراته ومن نفسه، يعني اغتيال معنوي زي ما حضراتكم شفتوا بتشوفوا يوميا. يمكن بعد الثورة المصرية واحد من أصدقائنا والده راجل مترجم معروف ودي كتب مترجمة كتير في وزارة الثقافة، كان تولى رئاسة المركز القومي للترجمة. والراجل كان بيصلي، يعني راجل متدين، التدين الفطري البسيط اللي عليه غالب المصريين دون أن يكون منتميا لجماعة ولا لفئة ولا لكذا. الراجل بيقول لما دخل مكتبه، صديقي هذا بيقول لما أبي دخل مكتبه بيسأل على الإبلة، بيقول محدش في المبنى كله عارف الإبلة إزاي. معنى ذلك إنه كل اللي عدى عليهم قبل كده من رؤساء المجلس القومي دوت الترجمة محدش فيهم كان بيصلي، لا مدير المكتب عارف الإبلة إزاي ولا السكرتارية عارفين الإبلة إزاي. معنى كده إن الناس دي ما كانش ليها علاقة بالصلاة. والكلام دوت قديم، انه الدول الإسلامية تولى توجيه الرأي العام فيها خاصة في وزارات ما يسمى الثقافة والإعلام الناس يعني غير منتمين، يعني كأنهم كانوا يختارون اختيارا غير منتمين للعروبة ولا للإسلام، كانوا تغريبيين بامتياز.
وما زال هذا الوضع قائما إلى يومنا هذا، ما زال هذا الوضع قائما إلى يومنا هذا. وزارات الثقافة والآثار ووزارات معينة كده تشعر إنه تدين فيها تخلف، تدين فيها عجيب غريب، تشعر إنه غريب إذا دخلتها وطلبت مكان تصلي فيه مثلا. فهذا الكلام من أيام طه حسين. جه الوزير واستهدف بحملات يعني لاتهامه بالتخلف وكذا، ليه؟ لأنه لغى الرقص التوقيعي في مدارس البنات. ماشي، تفضلي. مع استثناء لندن التي توجد فيها دار خاصة لهن بناتها الحكومة المصرية أو تملكتها، وتوجد في تلك الدار سيدة مصرية تشرف عليهن، سخر من قرار الوزير هذا قائلا ما معناه إذا لزمت المحافظة على التقاليد، فالمعقول تأسيس وزارة باسم وزارة التقاليد وتخيير معانيه بين الانتقال إليها أو البقاء في وزارة المعارف التي هي وزارة التعليم غير مشتغل بما هو أجنبي عنها. شوفوا، دي فكرة علمانية يعني، هو كأنه مراد القائل طه حسين طبعا هنا بحسب ما بينقل الشيخ مصطفى صبري، إن إحنا وظيفتنا نعلم بس، تعليم منزوع القيم بعيدا عن القيم. يعني إحنا إذا كان الرأس ده علم فإحنا بنعلم الرأس، كون الرأس ده بيحمل قيمة مخالفة الإسلام دي مش شغلانتنا، دي مش شغلة وزارة التربية والتعليم، اللي هو فكرة الفصل دي هي بعينها الفكرة العلمانية. ماشي. وقد ذكر الكاتب في مقالته من وزراء المعارف من يتهكم عليه ويستحق في زعمه لقب وزير التقاليد غير مرسي بيك بدر، وهو معالي محمد حلمي عيسى باشا الذي تولى وزارة المعارف قبل 17 عاما وفعل مثل ما فعله الوزير الحالي جزاهما لله عني خيرا. وأنا أقول إن التقاليد يستعمله الكاتب في معنى الآداب والعادات الدينية التي يرثها الناس من آبائهم وأجدادهم وسموا بها تقليدا لهم، أي بمجرد أنها تراث الآباء والأجداد لا لأنها جديرة بالاحتفاظ والاهتمام. وتكون خلاصة ما قصده من وزارة التقاليد وزارة الدين التي تسهر على شعائره وتظل قوة الظهر للمحافظين، لكني لا أرضى التقاليد التي هي جمع تقليد اسما لوزارة الدين، كما لا أقبل ما يدل عليه كلام الكاتب من عدم وجود تلك الوزارة بمصر في الحالة الحاضرة. فأولا لأن وزارة الدين الذي هو حقيقة من الحقائق العالية لا تكون وزارة التقليد بل وزارة التحقيق، وإنما الوزارات غيرها التي تتخذ الغرب لها قدوة وتحاول أن تأخذ من هذا الاتخاذ قوة أحق باسم وزارات التقليد من وزارة الدين التي يسخر منها صديق الكاتب بهذه التسمية على تقدير تأسيسها. يعني مين اللي بيقلد الحين؟ المتبعون للدين هم الذين يقلدون، ولا الذين يتخذون الغرب إماما وقدوة هم المقلدون؟ فالمفترض أن وزارة التقليد تبقى هي الوزارات اللي عايزة تقلد في الغرب يعني. طيب، طبعا الشيخ كعادته في الكتاب زي ما حركم عزم بيلعب بالإيه؟ بالألفاظ، بيستخدم الألفاظ ويخلب معانيها من باب التهكم والاستهزاء والسخرية بمن ينتقدهم. ماشي. وثانيا لأن هذه الوزارة أي وزارة الدين موجودة في مصر لا حاجة لها إلى تأسيس جديد، وهي مشيخة الأزهر، والذي جعل صديقي غافلا عن وجودها كونها مجردة عن سلطتها اللائقة بها بفضل مساعي أناس قائمين بأعمال وكلاء الغرب اللاديني أو الطابور الخامس له في الشرق الإسلامي الهامش. فإن لم يكن كاتب المقال الساخر بتسمية وزارة الدين وزارة التقاليد منهم، فإني أعده مقلد الغرب والمقلد مقلدته في الشرق الإسلامي الذين كانت لهم مصلحة التمتع من سفور النساء ومن التفنن في أوضاع سفورهن المستهترة، في حين أنه لا يتصور مثل هذا التمتع لكاتبنا شخصيا، وإنما هو يقلد المتمتعين بفضل مساعي أناس قائمين بأعمال وكلاء الغرب اللاديني أو الطابور الخامس له في الشرق الإسلامي ومتروكة في خارج الوزارة الحاكمة اسما بلا معنى ولا وزن غير وزن مرتبها المقدر في القناصير المقنطرة، كأن هذا الوزن الثقيل المالي لهذه الوزارة غير متناسب مع الواجب المهزول المحمول على عاتقها ثمن التنازل عن التدخل والمساهمة في وزارة الحكم والتخلي من الإشراف على رؤساء المحاكم الشرعية وفيهم رئيس المحكمة العليا وكذا مفتي الديار المصرية الأكبر وكلهم اليوم أتباع وزير العدل مقطوع الصلة بمشيخة الأزهر، مع أن المحاكم الشرعية
والإفتاء الديني لو خليا وطبعهما كانت تحت إشراف وزارة الدين التي لا يمثل لها في مصر سوى مشيخة الأزهر. يعني هو المفترض من المحاكم الشرعية والإفتاء بطبيعتهم أمور دينية، لو خليا وطبعهما المفروض يبقوا إيه تبع القسم أو الوزارة المختصة بالشؤون الدينية اللي هي مشيخة الأزهر، لكن هذا لم يحصل وصارت المحاكم الشرعية ودار الإفتاء تابعة لوزارة العدل. ماشي، لكن هذا المقام الذي يقرر صاحبه دار الإفتاء المصرية، دار الإفتاء المصرية حتى يومنا هذا تابعة لوزارة العدل المصرية. والفكرة يا إخواننا مش في إنها تابعة لوزارة العدل ولا تابعة للأزهر، يعني الفكرة مش في الاسم أو في العنوان، الفكرة في الوظيفة. الفكرة في ماذا؟ في الوظيفة. يعني كون إدارة الإفتاء تبقى تابعة للمشيخة أو تابعة لوزارة العدل مش هي القضية حقيقة، القضية هي هل تقوم بوظيفتها أو لا. لكن هذا المقام الذي يعتبر صاحبه في المظاهر والمراسم فوق الوزير لا محل لها من الإعراب على تعبير علماء النحو العربي الهامش، ولهذا انتهى أمرها إلى أن أصبح موشكا لتفسير قول الشاعر: لقد هزلت حتى بدأ، هزلت حتى بدأ من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. كلاها، وكانها وزير بلا وزارة يشرف عليها مع وجود أمور ومصالح في الحكومة ذكرتها قطعت صلتها به وجعلت تحت تأثير وجعلت تحت إشراف غيره، أو كأنه ليس وزيرا بالمرة لعدم وجود كرسي له في مجلس الوزراء. والسبب المختفي تحت هذا التفريق الشبيه بحال المتفرقين أيدي سبق. نعم، المتفرقين أيدي سبق، المتفرقين أي سبق الداخل بين شيخ الأزهر وبين ما كان يلزم أن يكون تحت إشرافه من المصالح والمناصب الكبيرة الدينية، هو الحد من نفوذ الدين ومركزه في المشرف والمشرف عليه بتجريد الأول من العمل وربط الثاني بمقام غير مقامه، والذي يشق على المسلم كون هذه المؤامرة مثلا المحاكم الشرعية اللي هي اسمها دلوقتي وزارة الوزارة وزارة العدل مثلا ومع دار الإفتاء وصارت تابعة لمشيخة الأصل، تخيل الوضع هيبقى عامل ازاي؟ تخيل الوضع هيبقى عامل ازاي؟ بقى في مناصب كبيرة جدا جدا ومفصلية تابعة لمشيخة الأزهر. طبعا الناس مش عايزين كده، الناس مش عايزين كده، عايزين يفرقوا هذه النفوذ حتى لا تجتمع النفوذ كلها في هذه شخص واحد. ماشي، والذي يشق، والذي يشق على المسلم كون هذه المؤامرة لدعاية عزة الإسلام وكرامته حيكت في أول وضعها بأي طائفة معدودة من المسلمين كما تؤيد وتستزاد اليوم بأيدي طائفة من الناتجين على منوال الواضعين، وكلتا الطائفتين من أعوان الاستعمار القربي الذين احتل الاستعمار قلوبهم وعقولهم زيادة على احتلال بلادهم، فهم يعيشون بأجل سامهم في أوطانهم ويعيشون بقلوبهم وعقولهم في بلاد المستعمرين، وربما يعيشون فيها بأبدانهم أيضا إذا ساعدهم الحال، فيكون ذلك الزمان المساعد أسعد أوقات حياتهم والمرء في الدنيا والآخرة مع من أحب. وكاتبنا لم يكتف في تأنيب وزير المعارف المقالة واحدة بل عززها بثانية وثالثة، وكتب في إحدى المقالات نذيرا موجها إلى سمعة مصر عند دول الغرب خلاصته. لاحظوا كده يا جماعة أنه من الأيام دي فكرة سمعة مصر وشكل مصر عند دول الغرب، اللي احنا طول الوقت عايزين نحافظ عليها صورة معينة، يعني عايزين دايما دول الغرب تبص لنا ان احنا حلوين وكيوت وبنعمل زيهم كل حاجة، تمام؟ فدايما يقول لك سمعة مصر وصورة مصر ومش عارف ايه، اللي هي في الاخر انك لازم تعمل زيهم عشان يحبوك، دايما الوسط ده بيلعبوا عليه. فهنا نفس الكلام، كتب طه حسين اهوت مقالات علشان سمعة مصر عند دول الغرب، خلاصته ان انحرافها عن الاوضاع التي اكتسبت بها هذه السمعة تجعلها لقمة سائغة لتلك الدول. وأنا أقول فإذا كانت سمعة مصر في نظر الدول غير الإسلامية مرجعها إلى الحصول على مرضاتهم بالابتعاد عن الإسلام والتقرب إليهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، فإن الآية التي يعرفها الكاتب وهي قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقد ذكرتها في هذا الكتاب عند التعقيب على أقوال الأستاذ توفيق الحكيم في مسألة الفن القصصي في القرآن
تعود عند كاتبنا كأنها مؤيدة لإنزاله وحاسة لمسلمي هذا الزمان على اتباع ملة الدول الغالبة لله في خلقه شؤون والحديث ذو شجون وأشجان. طيب نقف هنا ونبدأ المرة الجاية إن شاء الله من أول كاتب نحو النور. من هو كاتب نحو النور يا شباب؟ أحسن لي كتاب اسمه نحو النور. والله لو المرة اللي جاية حضراتكم تيجوا متطلعين على كتاب نحو النور يبقى كويسة. طيب أحسن الله إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.